بيض واعر الى الحافظين الذي يغيب عن هذا اللقاء. سجل للرجاء مباراه اياب فوز المغرب تيتو. هذه محاوله لرشيد الطاوسي، لاحظوا التمريره المهدي الخلاطي، خطا ديال المهدي الخلاطي. احمد شحوح خد الكره بطريقه ديال اللاعبين الكبار، كيوضع الكره في الشباك 1-0. الهدف اللي كيجي في حدود الثانيه 26، وقلت بانه الا ما خلتيش الذاكره اعتقد من